سبحان الله، الله يرضى عن عمر الغيور رضي الله عنه، ماشي كده في شوارع المدينة فسمع امرأة بالليل تقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاجي؟ هذه خبر ربك في مدينة رسول الله واحدة تغني أغنية فيديو كليب عن نصر بن حجاج. مين نصر بن حجاج ده؟ صباح الصبح هتقولنا نصر. جه نصر وجده عمر شابا جميلا، خير نصر اجلس يا نصر. فأنت نصر بن حجاج؟ قالوا نعم. فبص كده لقي نصر معجب بايه؟ بشعره الناعم الجميل. فين الحجام؟ فين الحلاق؟ امير المؤمنين عايز يشوف مصلحه الدوله، سياسه عوده مصلحه عامه. احلق له شعره، حلق شعره، ازداد نصر بهاء وجمالا. قالوا بعدين في اليوم اللي مش فايده بتاعك. قال طبعا عمموه، حطوا له عمه يمكن يبقى شكله متعب كده سيادة الشيخ عمر ولا حاجه. دخل عمموه فازداد بهاء ووقارا. راح مديله عمر مال، قال الى الشام روح هناك سبحان الله العظيم، وايه روح تاجر، لا يمكث معي في المدينه من تهتف به العواتق في صدوره في خدورهن. المهم اهل العراق ربنا يبارك فيهم اهل الشعر والادب وبتاع، يبحث يقول اين نصر الذي طرده عمر؟ يا عم نسيب الرجل في حال لا اله الا هتبقى انت والمدينه والفي يعني سبحان الله. ثاني يوم ماشي عمر والحريم قاعدين قدام باب لا يعرفون ان امير المؤمنين يسير. قالوا من اجمل اهل المدينه؟ وبعدين قالوا ذؤيب. ذؤيب عمر رجع لكبير اليوران بتاعه محمد بن ابي مسلمه، في واحد اسمه ذؤيب عندنا في المدينه؟ قال له اه. قال له مين ذؤيب؟ قال له ابن عم نصر بن حجاج. قال له بعدين هي العيله كلها ولا ايه؟ هاتوا لنا ذؤيب. اول ما دخل هو ملوش ذنب الرجل، فاول عمر ما شاف قال له انت ذئبهم، انت الديب بتاع الحق بابن عمك. طبعا المهرجين من المؤرخين يقول لك ده تدخل في الحريه الشخصيه وظلم بين. والله في حاجه اسمها السياسه العامه للدوله، وان اصلح الامر العام بناء على ان مثلا الدوله عايزه تعمل شارع ضروري جدا يصلح لخمسين الف مواطن او خمسين الف ساكن سبحان الله، من ضمن هذا الشارع ان يزال بيتين او ثلاثه. ما الذي تعمله البلديه؟ ها؟ تعوض الناس عن الشارع وتفتح الطريق لمصلحه الايه؟ لمصلحه هذه في الفقهيات.